وسيسمح بأن نهيكل العلاقات فيما بيننا في مجالات عدة، وسوف تكون هناك نقاط التقاء كثيرة. فقامت السيد الرئيس محمود عباس، إسبانيا ستواصل العمل لأجل تطبيق قرارات الخاصة بالدولتين على صعيد دولي وداخل الاتحاد الأوروبي. هذه كانت روح الاجتماع الذي عقد في يوم الجمعة السابقة في مدريد بين المجموعة العربية الإسلامية للاتصال والبلدان الأوروبية، والتي اعترفت لذوها أو منذ قليل بدولة فلسطين. هذا يعني ساعدنا في أن نعزز الرسالة، وهي أن حل الدولتين هو الحل الوحيد لإنهاء هذا النزاع والحرب والآلام والمعاناة، والوصول إلى السلام والاستقرار في الإقليم بأكمله وفي العالم أكمل. أنا مقتنع، وإسبانيا سوف تعمل على ذلك، مقتنع بأنه ستكون هناك بلدان تنضم إلينا لطريق السلام واختيار العملية السياسية لحل النزاع. وأعتقد أنه ستكون هناك أهمية كبيرة أيضا للاجتماع الوزاري في داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، ونحن نعرف أن التنسيق بين الشركاء الإقليميين والدوليين سيكون غاية في الأهمية لمواجهة كل التحديات. فقامت السيد الرئيس محمود عباس، فلسطين دائما ستحظى بتأكيد